أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفسر قوله تعالى في الأميين رسولا بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب؟ هذا من الأمية، نعم، أنهم لا يقرأ، من الأمية أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد، لا يقرؤون ولا يحسبون، نعم.